ولدت حيث ولد المسيح بين طبرية والناصرة في قرية الشجرة بالجليل الأعلى. أخرجونا من هناك وعمري 10 سنوات عام 48 إلى مخيم عين الحلوة بلبنان. أذكر هذه السنوات العشر أكثر مما أذكر بقية عمري. أعرف العشب والحجر والظل والنور هناك، لا تزال صورها ثابتة في محجر العين كأنها حفرت حفرا. أرسم، لا أكتب أحجبة، لا أحرق البخور، ولكنني فقط أرسم. إذا قيل إن ريشتي تشبه مقطع الجراح أكون قد حققت ما حلمت طويلا بتحقيقه. كما أنني لست مهرجا ولست شاعر قبيلة، أي قبيلة، لست محايدا، أنا منحاز لمن هم تحت، لمن ينامون في مصر بين قبور الموتى، ولمن يخرجون من حوالي الخرطوم يمزقون بأيديهم سلاسلهم، ولمن يقرؤون كتاب الوطن بالمخيمات. أنا ناجي العلي، رسام الكاريكاتير العربي من فلسطين. Thank you.